الله وبركاته. دكتور خليل السالم معكم. إن شاء الله اليوم بدنا نتحدث عن أمر مهم في التهاب الجفون وعلاج صراحة ممتاز ومتميز جدا اللي هو البليفرت. طبعا البليفرت يعني بغنينا عن التنظيف اليومي للجفون لأنه هو عبارة عن نوع من أنواع الصابون اللي لا يؤذي العين ولا يحرقها، والجميل فيه انه من الممكن استخدامه بدل الكمادات الدافئه، وهذا شيء جدا ممتاز. طبعا طريقه استخدام البليفرت سهله جدا، القضيه وما فيها انه بجيب كاس من الماء الساخن، وبعد ذلك هذا هو باكيت البليفرت يتم وضعه لمده 5 دقائق. طبعا احنا بنستنى حوالي 5 دقائق، وبعد ذلك ناخذ هذا الباكيت، وهناك علامة صغيرة جدا من الممكن ان نفتح الـ هذا الباكيت بهذا الشكل. طبعا حنلاقي جوا عبارة عن محرمة فيها كل المكونات الأساسية والمهمة لتنظيف الجفون. بعد ذلك طبعا من المهم انك انت تفردها بهذا الشكل، وتبدأ بعد ذلك بتنظيف المنطقة اللي هي منطقة الحاجب ومنطقة الرموش. حاول انك انت تبعد عن المنطقة الحمراء. طبعا انت لو بتتفرج على الجفن هيكون في عندك منطقة حمراء ومنطقة بيضاء، احنا بالضبط بننظف منطقة الرموش اللي هي المنطقة البيضاء. او اذا كانت الامور صعبة عليك سهل كتير، بس انت امسح العيون هذه الطريقة كذا مرة. طبعا بعد ما تخلص بشكل جيد سهل كتير، هي بتكون حامية وسخنة، حطها برضو كمان على عينك بهاي الطريقة لمدة 5 دقائق. طبعا بعد ما تسوي هذا الكلام لمدة 5 دقائق، معظم المادة اللي هي مهمة في تنظيف الجفون حتكون قد دخلت إلى العين. طبعا حتحس بتغيير almost instantaneous، يعني في الحال هتحس انه فعلا معظم المشاكل اللي هي ناتجة عن التهاب الجفون تقريبا راحت. واشكر لكم متابعتكم، واهلا وسهلا فيكم.